في إطار بروتوكول التعاون ما بين مصر والكوميسا تجرى فعاليات البرنامج التدريبي لمجموعة من الدول الإفريقية من أعضاء الكوميسا. يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات التشريعية والممارسات الميدانية لجهاز حماية المستهلك المصري ونقل هذه الخبرات الرائدة إلى دول الكوميسا للاستفادة منها في هذه الدول. بنتشرف باختيار مصر إن هي تدرب الدول الإفريقية من قبل الكوميسا على حماية المستهلك، وده الحقيقة إن كان بيأكد شيء فهو بيأكد في البداية صدارة مصر كالعادة الحمد لله، وإنها سباقة دايما في كل المبادرات وإصدار القوانين والممارسة في حد ذاتها. ويمكن الدعوة جت من الكوميسا على أساس إن إحنا كنا هناك في مؤتمر وشافوا الحمد لله إنجازات مصر في مجال حماية المستهلك، فاختاروا مصر إن هي تكون موقع للتدريب للدول الإفريقية. تم اختيار مصر لما لها من جهاز حماية المستهلك من نجاحات، وهو جهاز راسخ له خبرة وباع طويل في تطبيق وتنفيذ القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك. وبالطبع هناك أيضا نظم قائمة بالفعل في مصر مثل نظام معالجة الشكاوى وأيضا الكول سنتر أو مركز الاتصالات وغيرها من النجاحات اللي بنحرص أن تتبادلها مصر مع الدول الأعضاء الأخرى. الهدف هو الاستفادة من خبرة مصر وفي لمساعدة الدول وبناء قدرتها لتطبيق وتنفيذ القوانين الخاصة بحماية المستهلك على أفضل وجه.